بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 70. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يقتله بما ليس بمحدد، بما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، فهذا عنه موجب للقصاص أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلماء رحمهم الله أن القتل على نوعين أو ثلاثة أنواع، وبعضهم أوصلها إلى أربعة أنواع. النوع الأول العمد، العدوان، العمد العدوان، وذلك بأن يقصد قتله بما يصلح للقتل عادة، تكون الآلة آلة قتل كالسيف والرمح والرصاص والسكين والزجاج وسائر الحواد. فإذا اجتمع القصد من القاتل والآلة التي تقتل عادة فهذا هو العمد، فإن كان عدوانا ففيه القصاص، وإن كان غير عدوان كالقتل بالحد، قتل بالحد هذا عمد لكنه غير عدوان، هذا مأذون به شرعا، هذا ليس فيه قصاص. ولذلك قالوا عمد عدوان، يعني ما كل عمد يكون عدوانا. وكذلك إذا قتله بغير محدد بما يقتل غالبا، كان يضربه بخشبة أو بشيء ثقيل أو يدهسه بسيارة، فهذا أيضا عمد، لأن مثل هذا الفعل يقتل غالبا، أو يقتله بسم أو بسحر، هذه أمور تقتل في الغالب وهو قاصد لها ومتعمد، فهذا عمد عدوان يوجب القصاص. إذن فالعمد على قسمين: ما كان بآلة صالحة، ما كان بمحدد، ما كان بمحدد له نفوذ في البدن، وما كان بمثقل ليس بمحدد. المثقل كان يضربه بصخرة أو بخشبة أو يقتله بأي شيء يصلح للقتل غالبا مثل السحر والسم، فهذه كلها من العمد العدوان يجب بها القصاص. هذا هو النوع الأول، إلا أن يعفو أولياء القتيل إلى الدية أو يعفو مجانا فيسقط القصاص حينئذ، إذا عفوا كلهم أو عفى بعضهم، حتى لو عفى واحد فإنه لا قصاص، لأن القصاص لا يتبعض. فإذا عفى كل أولياء الدم أو عفى بعضهم سقط القصاص، إما إلى الدية وإما مجانا. وليس بلازم أن يكون العفو إلى الدية فقط، فلو تصالحوا على أكثر من الدية جاز هذا، لو تصالحوا على أكثر من الدية، على مليون أو على مليونين أو 5 ملايين، لو تصالحوا على هذا صح، لأن لهم القصاص. فإذا تركوا القصاص إلى مال، سواء كان بمقدار الدية أو أكثر منها أو أقل، سقط القصاص وتعين المال، وإن عفوا مجانا فهو أفضل. فمن عفي له من أخيه شيء
اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم. الثاني أن يخدعه بما ليس بمحدد بما يغلب على الظن حصول الزحوف به عند استعماله. الثاني يعني من أنواع العمد. نعم. فهذا عمد موجب للقصاص أيضا. وقال أبو حنيفة: لا قود في هذا إلا أن يكون قتله بالنار. مع الإمام أبو حنيفة فيرى أنه يختص العمد بالقتل بالمحدد، أما القتل بغير المحدد فإنه لا يكون عمدا، لو ضربه بصخرة أو بخشبة أو يقول هذا لا يكون عمدا لأن الآلة ليست آلة قتل، وهذا فيه نظر لأن معروف أن الشيء الثقيل أنه يقتل غالبا. نعم. وعنه في مثقل الحلائل روايتان. نعم. وعنه عن أبي حنيفة يعني. نعم. في مثقل الحلائل روايتان. ثقل ها؟ الحلائل. نعم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الحلائل؟ أقل الحلائل. نعم. راجع في كتب الحنفية. نعم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا والحجر مئات من الإبل. احتجوا بأن المثقل لا يكون عمدا بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل العصا والصوت مئة من الإبل، فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عمدا مع أنه ضربه بعصا أو صوت، ولكن يقال هذا في الشيء الخفيف، إنه معلوم أن العصا لا يقتل غالبا والصوت لا يقتل غالبا، ونحن نقول الشيء الثقيل الذي يقتل غالبا في الخشبة والصخرة. نعم. فسماه عند الخطأ وأرجل فيه الدية دون قصاص، ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لأن ذلك يختلف، وهو مستقصى بما لو جرحه جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كقطع شحمة أذنه وعنونة وغرزة بإبرة، فوجب ضبطه بالجارح. ولنا هذا كلام أبي حنيفة. نعم. ولنا قوله سبحانه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وهذا مظلوم الذي قتل بالخشبة أو بالحديدة الثقيلة أو بدهس السيارة، هذا مظلوم، سمى هذا قتل ظلم. وقد قال الله: قد جعلنا لوليه يعني ولي القتيل سلطانا يعني حجة على القاتل فلا يسرف في القتل. قيل هذا نهي لولي الدم بأنه يقتص بدون أن يعذب المقتص منه، بل يحسن القتلة فلا يسرف في القتل، يعني لا يقتل قتلة معذبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقيل إنه خطاب لولي، لأنه خطاب للقاتل، يقول الله: فلا يسرف في القتل، يعني يتجنب الإنسان القتل لأن ولي الدم منصور عليه ولا بد أن يناله، يمكنه الله منه، لذلك لا يقتل قاتل عمدا إلا ويمكن الله منه. إذا كان هناك حكم بالشريعة فإنه لا بد أن يلقي الله جل وعلا السلطة على المعتدي فيقبض عليه، فهذا هو وعد الله: فلا إنه كان منصورا. نعم. نعم. وقوله
إنه أي ولي الدم كان منصورا من الله سبحانه وتعالى. نعم. يجب فيه القصاص، وذلك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار ليسلب ما عليها من الحلي، رض رأسها بين حجرين ليأخذ ما عليها من الحلي، فقبض عليه وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عليه الاعتداء فأمر صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين، فدل هذا على وجوب القصاص في غير المحدد، القتل بالحجر. نعم، هذا دليل للجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. أن يهوديا قتل جارية على أظهر لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين، متفق عليه. صنع به كما صنع للجارية. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما قتل له قتيل فهو بخير ثوابين، إما أبيودا وإما أن يقال. من قتل له قتيل، وهذا عام، سواء قتل بمحدد أو قتل بغير محدد فهو بخير النظرين، إما أن يودى يعني تدفع له الدية إذا أراد، وإما أن يقاد يعني إذا طلب القصاص والقود، فجعل الخيار لولي القتيل، وهذا عام في أي عمد عدوان بمحدد أو بغير محدد. نعم. ولأنه يقتل غالبا فوجب به القصاص المحدد. لا شك أن المثقل يقتل غالبا فيجب به القصاص كما يجب في المحدد، أما الشوط والعصا والحصاة الصغيرة ما تقتل غالبا، لكن الثقيل يقتل غالبا. لو جاء عليه بسيارة ودعسه متعمد يقول هذا ما فيه قصاص، لو سلك هذا المسلك لا تسلط الجناة على الناس، ما يقتلونهم بسيوف ولا بسلاح، يقتلونهم سيارات ولا بأشياء ثقيلة يلقونها عليهم، ويفتح هذا باب سفك الدماء، فلا بد من حسم الأمور. نعم. وأما الحديث فمحمول على المثقل الصغير، قتيل الصوت والعصا محمول على الصغير الذي لا يقتل غالبا، معروف أن الصوت لا يقتل غالبا والعصا لا يقتل غالبا. نعم. وأما الحديث فمحمول على المثقل الصغير، لأنه ذكر العصا والصوت وقرن به الحجر، فدل على أنه أراد الصغير، حجر الصغير. نعم. وقولهم لا يمكن ضبطه ممنوع، وصغير محدد قد تقدم الكلام فيه. إذا ثبت هذا فمن صور المسألة أن يضربه بمثقل كبير، سواء كان من حديد كاللت والسندان والمطرقة أو حجر ثقيل. اللت والسندان هذه من أدوات الصناع، السندان اللي يطرق عليه الحديد، واللت ليضرب به الحديد وهو محمل بالنار حتى يتمدد. نعم. أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة أو يلقي عليه حائطا أو صخرة عظيمة أو ما أشبهه فيموت بذلك، ففيه القول لأنه يقتل غالبا. نعم. ومنها أن يضربه بمثقل صغير أو يلمزه بيده، فإن كان في مقتل أو في حال ضعف من المضروب بحيث تقتله تلك الضربة غالبا، أو كرر الضرب حتى قتله، أو عصر قصيتيه عصرا شديدا فمات منه، ففيه القول لذلك. أما المثقل الصغير فإن كان في مقتل أو كرره عليه حتى مات فهذا فيه القول، لأن يعني مثل هذا يصلح للقتل. أما لو لم يضربه إلا مرة عصا
أو بصوت أو بيده وكزه بيده فمات، هذا لا يعتبر عمدا وليس فيه قصاص، لأنه لا يقتل غالبا، لكن يعتبرونه من شبه العمد، من القسم الثاني وهو شبه العمد. نعم. ومنها أن يلقيه من شاعر كراس جبل أو حائط عالي فهو عمد أيضا. لو ألقاه من مكان مرتفع من سطح أو من رأس جبل أو ألقاه في نهر أو في سيل وغرق أو ألقاه في نار، فكل هذا من العمد، كل هذا من العمد الذي يجب فيه القصاص. نعم. ومنها أن يمنع خروج نفسه، كذلك لو خنقه بحبل أو بيده أو كتم نفسه بغطاء كثيف حتى مات يعتبر هذا من العمد، لأن هذا يقتل غالبا، لأن حبس النفس يقتل، يكون هذا من العمد. نعم. ومنها أن يمنع خروج نفسه إما أن يجعل في عنقه قمارة ثم يعلقه في خشبة بحيث يرتفع على الأرض فيقتلع، هذا اللي يسمونه الشنق، يسمونه الآن الشنق، يوضع في رقبته حبل خراطة، يعني إذا رفع فإن الحبل يضيق عليه ينتك عليه فيموت، هذا أيضا نوع من الخنق يسمى الآن بالشنق. نعم. أو يخنقه وهو على الأرض بيده، نعم، أو بمديل أو حبل أو يغرمه بوسادة أو شيء يضعه على فمه وأنفه مدة فيموت. نعم. فإن فعله مدة يموت فيها غالبا فمات فهو عمد وفيه القصاص. نعم. ومنها أن يلقيه في نار أو ماء لا يمكنه التخلص من ذلك لكثرة الماء والنار أو لمنعه إياه من الخروج أو لضعفه عن الخروج فهو عمد يقتل غالبا. ومنها كذلك لو ألقاه في الماء وهو ما يحسن السباحة أو ألقاه في ماء عميق وهو لا يحسن السباحة فهذا عمد. نعم. ومنها أن يسقيه سما أو يطعمه قاتلا فيموت به فهو عمد إذا كان مثله يقتل غالبا. لو سقاه سما أو ضربه إبرة قاتلة، في وقتنا الحاضر فيه إبر قاتلة يستعملونها للقتل، فإذا ضربه إبرة فيها سم أو مادة قاتلة فمات فهو عمد. نعم. ومنها أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فيقتل بشهادتهما ثم رجع واعترف. من العمد أن يشهد عليه شاهدان زورا، يشهد عليه أنه قتل شخصا عمدا عدوانا، يريدان قتله ثم رجعوا عن الشهادة بعد ما قتل حصل مقصودهم رجعوا عن الشهادة، فهذا يوجب القصاص عليهما، يوجب عليهما القصاص لأنه قتل بشهادتهما الكاذبة وهما متعمدان قتله اعترفا بذلك فيقتص منهما. نعم. يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله فيقتل بشهادتهما ثم رجع واعترف بتعمد القتل وجب عليهما القتل قصاصا. رجع واعترف انه ما هو قاتل ولا قتل احد ولكن شهد عليه من اجل ان يقتل وتعمد ذلك، تعمد الكذب عليه، فهنا يكونان قاتلين عمدا عدوانا فيقتص منهما. نعم. لأن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل انه سرق فقطع ثم رجع عن شهادتهما فقال علي لو علمت انكما تعمدتما لقطعت ايديكما وغرمهما بيد يده. نعم. ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا
فأشبه المكره. ومنها إذا حكم الحاكم على رجل بالقتل ظلما عالما بذلك متعمدا قتله فقتل واعترف بذلك وجب القصاص عليه والخلاف فيه كالشاهدين. على القاضي يعني إذا حكم عليه القاضي أنه قاتل ونفذ فيه القصاص ثم اعترف القاضي بأنه تعمد الحكم عليه ظلما من أجل أن يقتل هذا يعتبر من العمد العدوان فيجب القصاص على القاضي لأنه قتله بما يصلح للقتل هذا إذا ثبت. أما إذا أخطأ القاضي في الحكم ولم يتعمد فلا قصاص عليه. نعم. وفي هذه الصور جميعها يتخير الولي بين القبض والدية. إذا ثبت القصاص بحكم الحاكم فالولي بين خيارين، إما أن يقتص وإما أن يعفو مجانا وإما أن يعفو إلى مال، يعفو إلى مال سواء دية أو أكثر منها أو أقل منها هو بالخيار. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودع وإما أن يقاد. نعم. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودع وإما أن يقاد. متفق عليه. وروى أبو شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل وأنا والله عاقل فمن قتل بعده قتيلا فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. رواه أبو داود وغيره. وروي عن أحمد رحمه الله أن موجب العمد القصاص القصاص عينا لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فهو قول. هذا خلاف بين العلماء هل الواجب بالعمد العدوان القصاص فقط أو هو أحد أمرين القصاص أو الصحيح أنه أحد أمرين هذا هو الصحيح. نعم. ولأنه بدل مطلق فكان معينا كسائر المطلقات والأول أولى لما سبق من الأحاديث. الأول هو التخيير أولى. نعم. لما سبق من الأحاديث ولقوله سبحانه. لا معنى فرق بين الروايتين لأنه ثمرة الخلاف أن يقال هل الواجب أمر أحد أمرين من الأصل أو الواجب أمر واحد والثاني بدل عنه على كلا القولين إذا اختار الدية فله ذلك على كلا القولين ما فيه يعني خلاف ما تحت طائل كبير. نعم. بعد قوله تعالى كتب عليكم القصاص قال بعدها فمن عفي له فدل على أنه مخير بين القصاص وبين العفو إلى الدية. اتباع بالمعروف يعني أن صاحب الدية يطالب بها بدون تعنيف وتشديد على من عليه الدية وأداء إليه بإحسان. الذي عليه الدية أيضا لا يماطل بل يؤديها بإحسان إلى طالبها فأوصى الطرفين بالاعتدال فيه اقتضاء أو تقاضي المال. صاحب الدية لا يعنف ويضيق على القاتل ولا والذي عليه الدية لا يماطل. من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقوله من عفي له من أخيه من هذا القاتل من يراد به القاتل وأخيه المراد به القتيل. استدل أهل السنة والجماعة بهذا على أن على الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة لأن الله سمى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل مرتكب لكبيرة ولم يكفروا بذلك
بل أبقى الأخوة بينهما. نعم. فمن عرضي له بما فيه شيء فاتباع للمعروف أوجب الاتباع بمجرد العقل على القصاص. نعم. وأما الخبر فالمراد به وجوب القصاص ونحن نقول به ويخالف القتل. الحديث الذي ذكر شيئا واحدا لا يعارض الحديث الذي ذكر شيئين، لا يعارض، لأنه ذكر بعض الواجب والحديث الثاني ذكر كل الواجب، فلا تعارض بينهما. نعم. ويخالف القتل سائر المكتفات لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه والقتل بخلافه. المتلفات غير النفوس كالأموال هذه تضمن مطلقة سواء كان صاحبها متعمد أو مخطي، وسواء كان الجاني مكلفا أو غير مكلف. حتى الدواب إذا أتلفت شيئا فإنه يضمن على صاحبها إذا كان هذا في الليل، إذا أتلفت شيئا في الليل. المتلفات أوسع من النفوس. نعم. والشافعي رضي الله عنه كهاتين الروايتين. أنه مخير أو أنه شيء واحد. نعم. فإن قلنا موجبة للقصاص فله العفو مطلقا وله العفو على مال. موجبه. فإن قلنا موجبه القصاص فله العفو مطلقا وله العفو على مال. نعم. فإن عفى بشرط المال وجبت الدية، وإن عفى مطلقا لم يجب شيء. ويقولنا الواجب أحد الأمرين، لا بعين، فعفى عن القصاص مطلقا أو إلى الدية وجبت الدية، لأن الواجب غير متعين. لا فرق بين القولين، مادة واحد. نعم. فإذا ترك أحدهما تعين الآخر. وإن اختار الدية سقط القصاص، وإن اختار القصاص تعين. وهل له بعد ذلك العفو على الدية؟ قال القاضي له ذلك. إذا اختار القصاص فهل له أن يتنازل عنه إلى الدية؟ له ذلك، شو المانع؟ العفو مطلوب. نعم. قال القاضي له ذلك لأن القصاص أعلى، فكان له الانتقال إلى الأدنى ويكون بدلا عن القصاص وليس الذي وجب في القتل. ويحتمل أنه ليس له ذلك لأنه أسقطها باختياره فلم يعد إليها. أسقط القصاص باختياره فلا يعود إليه، ولكن هذا الحقيقة خلاف ما تومي إليه النصوص. النصوص ترغب في العفو وحقن الدماء، فكونه يجوز له العفو إلى الدية أحسن من كونه ينفذ القصاص. نعم. مسألة. وإن صالح القاتل عن القول بأكثر من الدية جائز، لأنه حق له فله أن يصالح عنه بما أراد ولو بلغ أضعاف الدية، وخسارة المال أسهل من خسارة النفس. ولو طلب ملايين ووافق أولياء القاتل أو القاتل نفسه، لأن المخاطب هنا القاتل، وافق القاتل على دفعها جاز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، وهذا منه من الصلح الجائز. نعم. وإن صالح القاتل عن القول بأكثر من الدية جائز. نعم. قال شيخنا لا أعلم فيه خلافا، يعني الموفق، وقوله شيخنا يعني الموفق صنف المتن. نعم. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقا و30 جدعا و40 خلفة. خليفة
وأربعون خليفة وما صورفوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد الخصم. الدية في العمد 100 من الإبل تكون مثلثة، تكون مثلثة 30 حقة و30 جذعة. نعم 30 حقة 30 جذعة و40 خليفة، هذه 100، 30 و30 و40 هذه 100 ومثلثة. وأما دية الخطأ فهي 100 أيضا لكنها مربعة 4 أصناف، ستأتي إن شاء الله. نعم. رجل الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروي أن حبة الغريب من فرد بروايته واحد، هذا الغريب، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، لكن الغريب عندهم ما تفرد بروايته واحد. نعم. وروي أن حبة ابن خشرم قتل قتيلا، فبدل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديار ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله. هدبة بن خشرم قتل قتيلا، وكان ابن القتيل صغيرا، فحبس في عهد معاوية رضي الله عنه، حبس وسجن حتى كبر ابن القتيل، فبذل له هؤلاء الصحابة 7 ديات ليعفو، فأبى أن يعفو واقتص، دل على أنه يجوز المصالحة على أكثر من الدية لفعل هؤلاء الصحابة لافتداء هدبة. نعم. ولأنه عوض عن غير مال فجاز الصرف عنه بما اتفقوا عليه. نعم. كالصداق وعوض القلع، ولأنه صرف عن مال ينبي فيه الربا، فأشبه الصرف عن العروض. ما في محذور، ما في أي محذور. نعم. الثاني شبه العام. نعم. انتهى الآن من النوع الأول وهو القتل العمد العدوان، وتلخص أنه يجب فيه أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية. القصاص هو الأول، وقيل الواجب القصاص عينا. على كل حال إيجاب القصاص هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، من أجل حقن الدماء، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فتشريع القصاص من محاسن الإسلام من أجل حقن الدماء ومنع العدوان، فلو لم يكن هناك قصاص لسفكت الدماء وحصل الفساد في الأرض. لذلك ولله الحمد تجدون هذه البلاد التي يقام فيها القصاص من أقل بلاد العالم جرائم قتل، وذلك لحكم الشريعة الصارم في هذا الأمر الحكيم. وكونه يقتل عدد من الجناة عدد قليل أخف من أن يقتل الكثير من الناس بسبب إهمال القصاص. ما يقتل إلا أفراد، ولا تقطع أيدي إلا أفراد، ما تشوفونها في المجتمع ناس مقطوعة أيديهم سفيرين، ومع هذا الأموال ولله الحمد مصونة. فإذا طبق الحد على واحد ارتدع البقية، وإذا طبق القصاص على واحد امتنع البقية. فالذين يقولون إن إقامة الحدود وإقامة القصاص وحشية، هؤلاء ليس لهم عقول. ما نقول ليس لهم إيمان، الإيمان رايح من أصل، ما عندهم إيمان، ولا يؤمنون برب ولا يؤمنون بشرع ولا يؤمنون بشيء، لكن ليس عندهم عقول أيضا، ويقولون حقوق الإنسان. طيب المجني عليهم ما هم إنسان ولا لهم حقوق، لماذا يراعى الجاني ويقال هذا حقوق الإنسان، إنه ما يقتل ولا تقطع يده، حقوق الإنسان تمنع هذا؟ نقول والمجني عليهم المساكين اللي راحت أنفسهم وراحت أجسادهم وراحت أموالهم، هؤلاء ما هم إنسان. يا سبحان الله، وين حقوق الإنسان؟ يعني حقوق الإنسان نشجع
نشجع السباع من البشر، نشجعهم ونقول هذولا إنسان وحقوق الإنسان تمنع أنه يطبق عليهم شيء، ويعتدون ما شاء ويفسدون الأعراض ويزنون ويسرقون ويقتلون، ونقول حقوق الإنسان هذولا إنسان، ذولا هؤلاء سباع ضارية كلاب مسعورة، ما هم إنسان. الإنسان المسكين الذي البريء الذي جني عليه وانتهكت حرمته وأخذ ماله، هذا هو الإنسان الذي يجب حفظ حقه. لكن هؤلاء في قلوبهم شيء على الإسلام وعلى الشريعة، وأيضا عقولهم ما هي منضبطة، وإلا لو فكروا مجرد تفكير كما فكر عقلاؤهم اعترفوا بفضل الإسلام في هذا. عقلاؤهم الآن صرحون بأن الإسلام هو الدين الذي يصلح للبشرية، ويصون الأموال ويصون الأعراض ويصون الأنفس ويصون العقول، يعترفون بهذا عقلاؤهم، هذا الشيء معروف الحمد لله. وبلادنا الآن هي أرقى بلاد العالم في الأمن، كل يشهد بهذا مع قلة ما عندها من القوة والسلاح، والدول الكبرى عندها أسلحة وعندها خبرات وعندها يعني معدات دقيقة وأجهزة دقيقة، ومع هذا الأمن فيها ضايع، الأمن فيها ضايع. فليس العبرة بقوة الدولة وقوة السلاح، العبرة بتحكيم الشرع، هذه هي العبرة. نعم. وهؤلاء الذين يقولون حقوق الإنسان لا يجوز أن نستمع إلى كلامهم ولا نعتبرهم من البشر، بل نعتبرهم من سخفاء العقول الذين لا عقول لهم، وإن سموا أنفسهم بالمفكرين وسموا أنفسهم بلجنة حقوق الإنسان، أو هؤلاء ما هم بلجنة حقوق الإنسان، هذا تضييع الإنسان. يعني يبون الناس إباحية، يسرق ويشرب ويسكر ويقتل ويزني ويتلوط ويعمل ما شاء، هذا هو الإنسان عندهم، هذا هو الإنسان عندهم. أما الإنسان الشريف النزيه البريء الذي اعتدي عليه، هذا عندهم هدر، ما له قيمة، هذا تقره عقول. نعم. نعم. النوع الثاني من أنواع القتل شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية لكن الآلة ما هي بصالحة للقتل، الآلة ما هي بصالحة للقتل، كما لو ضربه بيده وكزه، أو ضربه بعصا، أو ضربه بسوط، هو متعمد الجناية، متعمد الضربة، لكن الآلة ما تصلح للقتل عادة، هذا يسمى شبه العمد، تغلظ فيه الدية، تغلظ فيه الدية، فتجعل مثل دية العمد، لكن ليس فيه قصاص نظرا لعدم وجود الآلة التي تصلح للقتل. نعم. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا، مثل ما يحصل بين المتضاربين، لو تضارب اثنين أو جماعة تضاربوا تهاوشوا بينهم، وكل واحد ضرب الثاني وحصل قتل بسبب الضرب، هذا ما يسمى عمد، هذا شبه عمد، لأن هذا الضرب هذا ما يقتل غالبا. نعم. إلا لو ضربه بشيء ثقيل كما سبق. نعم. فلا فرج فيه، والدية على العاقلة، الدية على العاقلة مثل الخطأ، لكن يفارق الخطأ في أنه تغلظ الدية، بدل ما تكون أربع تكون ثلاث كما يأتي. والعاقلة هم عصبة الجاني يحملون الدية، في العمد يتحمل الدية الجاني، العاقلة ما تدخل فيه، وأما في الخطأ وشبه العمد فيتحملها العاقلة،
وهم عصبة الجاني، في مقابل أنهم يرثونه لو مات، وكونهم يرثونه ويأخذون ماله لو مات، في مقابل هذا يتحملون عنه الدية إذا أخطأ في القتل، لأنه معذور في الخطأ ما تعمد، ولو حمل كل خطأ لأجحف ذلك بماله، لأن الخطأ يكثر. فلذلك الشارع الحكيم حملها العاقلة من باب التعاون، من باب التعاون. وأيضا العاقلة إذا حملت الدية فإنها تحرص على كف صاحبهم من التفريط ومن الإهمال، لئلا يحملهم أشياء غرامات، هم يوبخونه ويمنعونه من المخاطرات ومن الأسباب التي يكون فيها خطر على الناس. هذا أيضا من الحكمة. فالحكمة في تحميل العاقلة أولا التخفيف عن الجاني المخطئ، ثانيا لأن العاقلة تأخذ على يد صاحبهم من أن يتهور أو يفرط فينتج عن ذلك إتلاف نفوس، مثل قيادة السيارات، ما يعطون السيارة واحد ما يحسن القيادة، ولا يعطونها واحد عقله مختل، يجب أنهم يضبطون صاحبهم، ولا يعطونها واحد متهور، يجتمعون ويمنعونه من هذا الشيء لئلا يحملهم غرامات. هذا من الحكم أنهم يضبطون صاحبهم من الإهمال والتهور. الحكمة الثالثة أنهم كما يرثونه لو مات ويأخذون ماله كله، مقابل هذا أنهم يتحملون عنه دية الخطأ. نعم. وسمي شيخ العلم لأنه قصد الظلم وأخطأ في القتل. نعم. ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، كلها أسماء متقاربة. نعم، هو قتل مكون من شيئين، من عمد وخطأ. من عمد وهو تعمد الجناية، وخطأ وهو القتل. نعم. وقال أبو بكر تجب به الدية لمال القاتل لأنه موجب فعل عمد، فكان في مال الفاعل كسائر الجنايات. أبو بكر من الحنابلة، أبو بكر الظاهر أنه غلام الخلال من الحنابلة، لكن المذهب لا، المذهب أن دية شبه العمد على العاقلة، لأنها فيها خطأ، فيها خطأ فتكون على العاقلة. نعم. فأبو بكر لاحظ وجود العمد فيها فحملها الجاني، والجمهور لاحظوا وجود الخطأ فيها فحملوها العاقلة. نعم. ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: فاقتتلت امرأتان من حديث فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جاهلها وهو عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. امرأتان من هذيل اقتتلتا، يعني حصل بينهما مضاربة، فالمضاربة تسمى مقاتلة. فأخذت واحدة منهما حجرا صغيرا فرمت به الأخرى فقتلتها وما في بطنها من الحمل، فإذا حصل عندها جنايتان، جناية على الأم وجناية على الحمل. الحمل أوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة، هذه دية العبد، هذه دية الحمل، غرة يعني عبد أو أمة. وقضى بدية المرأة التي هي الحامل على عاقلة الجانية، على عاقلة الجانية، فدية الجنين على الجانية نفسها تدفع غرة، وأما دية الأم فحملها الرسول صلى الله عليه وسلم عاقلتها،
وهذا شبه عمد واضح لأنها قصدت الجناية، قصدت الضرب، لكن الآلة غير صالحة للقتل، حجر صغير، فهذا شبه عمد. ومع هذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على العاقلة، هذا نص في الموضوع. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتل قضاء العمد قتيل الصوت والعصا مئة من الإبل فسماه قضاء العمد وأوجب فيه الدية للقصاص. وفي لفظ رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلق مثل عقل العمد لا يقتل صاحبه. هذا نص في أن شبه العمد يكون فيه دية وليس فيه قصاص، وأن الدية فيه مثل دية العمد مغلظة، يعني تجعل ثلاثة أصناف من الإبل. نعم، مثل دية العمد، التربيع هذا في الخطأ. نعم. ولم يوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. كلها الفوائد تؤخذ من هذا الحديث. نعم. الثالث الخطأ، انتهى من النوع الثاني من أنواع القتل وانتقل إلى الثالث وهو الخطأ. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتجب الكفارة على القاتل خطأ وتجب الدية على عاقلته. نعم. الثالث الخطأ وهو نوعان: أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول. الخطأ هو ما فقد فيه القصد، الخطأ ما فقد فيه القصد دون نظر إلى الآلة، دون نظر إلى الآلة، إذا فقد القصد فهو خطأ حتى ولو كانت الآلة قاتلة، هذا يعتبر من الخطأ لعدم وجود القصد وعدم وجود النية والتصميم على القتل. نعم. وهو أحدهما أن يفعل فعلا، يعني الخطأ ضابطه ما عدم فيه القصد، ما عدم فيه القصد هذا هو ضابطه، ما عدم فيه القصد دون نظر إلى الآلة، هي قاتلة أو ما هي قاتلة. نعم. وهو نوعان: أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله. ونوعان أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول، يريد به غيره لكن أصاب المقتول، كان يرمي صيدا له رمي الصيد فأصاب إنسانا، أصاب إنسانا معصوما، فهذا خطأ لأنه ما قصد هذا الشخص وإنما قتل قصد الصيد، أو يرمي غرضا تعلم الرماية وجعل الغرض يرميه فأصاب إنسانا، هذا يعتبر خطأ لأنه ما قصد هذا الإنسان. نعم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفر عنه من أهل العلم على أن تأخذ الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره، فيصيب غيره، ولا أعلمهم يختلفون فيه. نعم، هذا ما قصد، هو قاصد الجناية لكن ما قصدها على هذا الشخص، قاصدها على شيء مباح كالصيد والغرض قطع الحبل وما أشبه ذلك، لكن ترتب على فعله قتل إنسان. كذلك اللي يقود السيارة هو ما قصد القتل ولكن دهس شخص بدون تعمد، هذا يعتبر خطأ، هذا يعتبر خطأ. نعم. هذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل بغير خلاف عن الناس بينهم. يجب في الخطأ شيئان: الكفارة وهي على القاتل، والدية وهي على العاقلة وهم عصبة القاتل. نعم. بدليل قوله سبحانه:
ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فأوجب فيه الشيئين الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، وفي آخر الآية قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه الكفارة على القاتل. وأما الدية فهي على العاقلة كما في الأحاديث، كما جاءت به الأحاديث. نعم. مسألة أو يتسبب إلى القاتل بحق غيره. النوع الثاني من الخطأ أن يكون بالتسبب، الأول بالفعل، بالفعل غير المقصود. الثاني من الخطأ الخطأ في التسبب، كان يحفر بئرا في الطريق فيسقط فيها إنسان، حفر بئر أو حفرة في الشارع أو في الطريق ولا حط عليها علامات أو حط عليها حواجز، وجاء إنسان وسقط فيها، يجب ضمانه بالدية، يكون على عاقلته وعليه هو الكفارة، يكون هو عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، لأن هذا تسبب في القتل. نعم. وقتل المال والمجنون والصبي. من الخطأ عمد الصبي والمجنون، عمد الصبي والمجنون هذا يعتبر من الخطأ، لأنهم ليس لهم قصد، الصبي الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون حتى لو قتل بسلاح، لو قتل برصاص أو بسيف هذا ما يعتبر عمد، لأنه ما له قصد، الصبي والمجنون ليس له قصد صحيح، فعمده يعتبر خطأ، فيه الكفارة وفيه الدية. نعم. النائم لو انقلب على شخص وقتله، نائم انقلب على شخص فقتله يعني خنقه فمات، ويقع هذا كثيرا في الأمهات مع الرضيع، تنومه إلى جنبها وتضع الثدي في فمه تنام، ثم يغتم الصبي ويموت ينخن، هذه متسببة، عليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية. أو تنقلب عليه على طفلها وهي نائمة فيموت، هذا قتل خطأ، فيه الكفارة وفيه الدية لأنها متسببة في قتله. أو تتركه عند نار، أو تتركه عند بئر أو عند ماء، معلوم أن الصبي أو المجنون ما يحجز نفسه عن الخطر فيقع في الخطر فيموت، هي متسببة في هذا، هذا من القتل الخطأ بالتسبب. نعم. وقتل النائم والمجنون والصبي فحكمه حكم شبه العمد، يعني أنه لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية، ودليله ما سبق. نعم. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا. من أنواع الخطأ أنه في دار حرب، يعني دار كفار ليس بيننا وبينهم عهد، هذه دار الحرب، دار الحرب هي دار الكفار التي ليس بيننا وبينهم عهد، بل نحن معلنون الحرب عليهم، مثل اليهود الآن دار حرب ليس بيننا وبينهم عهد وهم كفار. جاء مسلم ورمى شخص يظنه كافر وتبين أنه مسلم، اليهود عندهم ناس مسلمين في بلاد اليهود، في فلسطين فيه مسلمون كثير، وحتى في أمريكا لكن أمريكا هذه دار عهد، لكن مثل اليهود هو قتله يظنه يهودي وتبين أنه مسلم، هذا خطأ يعتبر من الخطأ. نعم. أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، أو في المعركة رمى إلى الكفار فأصاب مسلما، هذا مسلما مع الكفار ولا مسلم معترض بينه فأصابه ومات، يعتبر هذا من الخطأ لأنه لم يقصد المسلم. نعم. ففيه كفارات لبادية لقوله سبحانه. نعم،
يعني الخطأ على قسمين، الخطأ على ثلاثة أقسام: خطأ يوجب الدية والكفارة، وخطأ يوجب الكفارة فقط وهو من قتل مسلما في بلاد حربيين، هذا فيه الكفارة فقط، أو قتل مسلما مع صف الكفار في المعركة، هذا ما فيه إلا كفارة فقط وليس فيه دية. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن. وأما يعني إذا قتله في لأنه إذا قتل مسلما في بلاد كفار حربيين فالكفار لا يعطون الدية، أقاربه لا يعطون الدية، ولكن تجب الكفارة على القاتل، وهذا منصوص عليه في الآية: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، ما ذكر إلا الكفارة فقط. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله تحرير رقبة مؤمنة، فذكر أن قتل الخطأ ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يوجب الدية والكفارة، النوع الثاني ما يوجب الكفارة فقط، وإن كان من قوم عدو لكم يعني دار حرب وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر الدية. الثالث: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني كفار معاهدون فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مسلمة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. نعم. ففيه كفارة بلا دية. أعدل. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، فهذا ليس فيه إلا الكفارة: إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط. نعم. ففيه كفارة بلا دية. نعم. لقوله سبحانه: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وعنه تجب فيه الدية والكفارة لقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا ليس بشيء، لأن الآية دي عامة تخصصها الآية الثانية: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فتخصص الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة إلى أهله. نعم. ولنا ما سبق من الآية ولم يذكر دية، نعم، وتركه لذكرها في هذا النوع مع ذكرها في الذي قبله دليل ظاهر أنها لا تجب، وذكره لهذا قسما مفردا دليل على أنه لم يذكر في عموم الآية. ما في شك، فتكون يكون قوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن مخصصا لأول الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ولك أن تقول الآية ذكرت ثلاثة أنواع، هذا قسم مستقل فلا يدخل في أول الآية. نعم. وإن كان من باب أولى، إذا كان يقاتل مع اليهود فمن باب أولى أن ما فيه دية وإنما فيه كفارة فقط. نعم. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. يستطيع الإنسان أن يقتل الشخص بيده مثل دياره ولاعبي الشرافين، فهل يعتبر عملا؟ وكذلك إذا حدث هذا في المباريات فما الحكم؟ إذا أصابه في مقتل
يعتبر عمدا، إذا تعمد أنه يصيبه في مقتل يعتبر من العمد في الكاراتيه وغيرها، أما إذا ضربه في غير مقتل هذا لا يعتبر عمدا، يعتبر من الخطأ. نعم. لا يعتبر خطأ، لا يعتبر من الخطأ، ما هو بشبه عمد. نعم. وما قصد القتل أبدا ولا جعل باله القتل، يبي يصل سريع، هذا قصد يصده، يبي يصل سريع. أما لو تعمد القتل يعتبر عمد، تعمد وقال أنا أسرعت سرعة هائلة علشان يحدث حادث يموت هالركاب، اعترف بهذا يعتبر عمد، يعني مثله يقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حكم القاضي بالقصاص ثم تبين له خطأ هل يتحمل القاضي فيه وهل يختلف الحكم؟ لا، خطأ القاضي لا يجب عليه شيء، لأننا لو حملنا القضاة ما قضى أحد بين الناس، القضاء اجتهاد يخطي ويصيب، فلو حملناهم خطأهم، لكن هذا يجب في بيت المال، خطأ القضاة يجب في بيت المال، تحمل بيت المال. نعم. القاتل عمدا عدوانا ليس عليه كفارة، عليه الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، توعده بهذا الوعيد الشديد ولم يوجب عليه كفارة، لأن جرمه لا تطفئه الكفارة، جرمه والعياذ بالله لا تطفئه الكفارة، عليه الوعيد إلا إذا تاب إلى الله عز وجل، فهذا على الخلاف بين العلماء، هل يسقط عنه الوعيد أو لا بد من تعذيبه ولا بد من تنفيذ الوعيد فيه، على خلاف الجمهور أنه التوبة تعفيه من الوعيد، وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أنه ما ليس للقاتل توبة، لا بد من إنفاذ الوعيد فيه، لكن ما هو معناه أنه كافر، معناه أنه مسلم لكن لا بد من إنفاذ الوعيد فيه وهو تعذيبه في النار. نعم. ما حكم الضرب على الوجه كما يفعل بعض المعذبين وإذا مات المضروب فماذا على الجاني؟ الضرب في الوجه لا يجوز حتى على البهائم، ما يجوز الضرب في الوجه حتى في البهائم، فكيف بالآدميين؟ لأن الضرب أشرف، لأن الوجه أشرف الأعضاء، ولأنه فيه الحواس، فيه البصر، فيه الحواس، لا يجوز الضرب على الوجه. والوسم، الوسم في الوجه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسم في الوجه في البهائم، فكيف بالآدميين؟ أما لو ضربه وترتب على هذا وفاته هذا يعتبر من الخطأ، يعتبر من الخطأ أو شبه العمد، لكن القصاص لا، ما في قصاص. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، إذا قتل المسلم كافرا خطأ فما حكمه؟ إن كان معاهد، إن كان معاهد ففيه الدية والكفارة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن، أما إن كان حربيا فليس فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في جريدة مقدار بالأمس أن ولي الدم في ساحة القتل قد اشترط لإسقاط القصاص عن الجاني مليون ريال، فهل إذا لم يستطع الجاني توفير المبلغ يقتص منه أم يسجن فقط، حيث ذكر بالخبر أنه سيقتص منه إذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثة شهور؟ يساعده المسلمون، هذا يساعده أقاربه ويساعده المسلمون، ما يترك. نعم.
يساعده المسلمون، وفروا له المبلغ إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كفارة نقل الخطأ تجب على الفور أم على التراخي؟ تجب على الفور، إلا إذا كان ما يستطيع في الوقت الحاضر يأجلها لما يستطيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كفارة شخصان وكان أحدهما تعمد قتل الثاني أثناء المضاربة في البيت، سبق هذا قلنا إذا قصد مقتل، إذا قصد مقتلا من الجسم ومات هذا يعتبر عمد، أما إذا لم يقصد مقتل من الجسم فهذا يعتبر شبه عمد. نعم. ها؟ صار ما قصد، إذا صار ما يعرف صار ما قصد. نعم، ولو أصابه في مقتل يصير خطأ. نعم. أي نعم، صدق يعني. إلا أن أثبت عليه أنه قاصد، إذا أثبت عليه بشهود أنه قاصد. نعم. هو مقدمة لباب الحدود، باب الحدود بعده، باب الحدود بعده. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين القتل حدا والقتل قصاصا؟ القتل حدا مثل القتل في الزنا السيء الزاني المحصن، هذا حد لله عز وجل، خلاف القصاص فإنه حق للآدميين، ولذلك الحدود لا يدخلها العفو، إذا تقررت يجب تنفيذها ولا يدخلها عفو، أما القصاص فيدخله العفو، ولو ثبت وتقرر ثم عفى أصحابه جاز، لأنه حق آدمي. هذا الفرق بين الحد وبين القصاص، القصاص حق للآدمي، وأما الحد فهو حق لله سبحانه وتعالى فلا يدخله العفو. نعم. لو أن رجلا أراد قتل رجل متعمدا فقتل آخر فهل يسمى عمدا؟ اختلف العلماء في هذا، إذا قصد شخص عمدا عدوانا فأصاب غيره فعلى قولين، منهم من يرى أنه عمد لأن القصد موجود والآلة الصالحة للقتل موجودة، والقول الثاني أنه لا يعتبر عمدا بل يعتبر شبه عمد لأنه لم يقصد هذا الشخص، فالقصد لهذا الشخص غير موجود فيكون شبه عمد. نعم. لو رمى شخص آخر بطلقة متعمدا فادعى أنه أراد صيدا فهل يقبل قوله؟ لا يقبل قوله، هذا لا يقبل قوله، إذا صار ما في المكان صيد وإنما فيه شخص فقط ما يقبل قوله، أما لو كان فيه صيد صار فيه احتمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو خلق رجل آخر متعمدا فمات فهل يقتل هذا شنقا أم بالسيف؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن القصاص يكون بمثل ما قتل به، ومنهم من يرى أن القود يكون بالسيف مطلقا، يعني في حديث وإن كان ضعيفا لا قود إلا بالسيف، المذهب عندنا أنه القود يكون بالسيف فقط. نعم. والقول الثاني أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، بدليل قصة اليهودي الذي رض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، قالوا هذا معنى القصاص، معنى القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان الفعل محرما فإنه لا يفعل، لو سقاه خمرا ومات ما يسقى الجاني خمر لأن هذا محرم. نعم. بل يقتل بالسيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في قوم يصطلح مع أهل القاتل على الدية المدفوعة من شركة التأمين؟ ما الحكم في قوم يصطلح مع أهل القاتل على الدية المدفوعة من شركة التأمين؟ وهل تسقط الدية عن الجاني بدفعها من شركة التأمين؟ الجاني ما عليه دية، الجاني ما عليه دية، الجاني خطأ على العاقلة،
على عاقلته، وشركة التأمين ما هي بعاقلة، ما تحمل هذه أموال الناس، أخذها ظلم، أخذها ظلم وعدوان. والتأمين حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. دية العمد على الجاني، ودية الخطأ، دية العمد وشبه العمد على الجاني، ودية الخطأ على العاقلة. وأما التأمين فهذا من أموال الناس وهو ظلم وأكل للمال بالباطل. نعم. إذا ظلمت الدية من طالب وعجز في فقره، هل ينتقلون إلى طلب القصاص؟ لا، إذا عفوا إلى الدية ما لهم حق القصاص. إذا عفوا إلى الدية سقط القصاص، يبقى حقهم في ذمة الجاني، ويكون مثل المعسرين، مثل سائر المعسرين، نظرة إلى ميسرة، حق وجب عليه ولا يقدر على تسديده في الوقت الحاضر، نظرة إلى ميسرة. ويستحب للمسلمين أن يساعدوه لأن هذا غارم، نعم، بل له حق من الزكاة أيضا لأنه يدخل في الغارمين. نعم نعم، هذا إذا كان مماطل، إذا كان مماطل يخبس حتى يسدد. أما إذا كان معسر فلا يجوز حبسه، المعسر لا يجوز حبسه ولا إيذاؤه لأنه معذور، نظرة إلى ميسرة. نعم. يجيب كفيل، هذا يجيب كفيل ويطلق. نعم. ما يحدث من موت أثناء القراءة على المنصوص، هل يعتبر القطع عنه إذا علم القارئ أن استمراره في قراءته يؤدي إلى القتل؟ لا، ما يعتبر عمد، هذا ما هو صالح للقتل، العمل هذا طول القراءة ما هو صالح للقتل، فلا يعتبر من العمد، يعتبر قد يكون من شبه العمد لكن ما هو بعمد. نعم. هذا يقول السائل كذا، شو سوينا؟ نعم. ما هو تعريف دار الحرب؟ وهل من تعريفها أنها الدار التي لا تطبق شرع الله؟ دار الحرب هي دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد، هذه دار الحرب، الذين بيننا وبينهم إعلان الحرب، مثل اليهود الآن ما بيننا وبينهم عهد ولا تمثيل دبلوماسي ولا سفارات ولا، هذه دار حرب. نعم. أما بقية الدول الكافرة فهي دار عهد، بيننا وبينهم عهود، وبيننا وبينهم تمثيل دبلوماسي سفارات، هذه دار عهد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل طفل بل يبلغ طفلاً آخر، فهل على عاقلته؟ نعم، عمد الصبي، عرفتم عمد الصبي والمجنون يعتبر من الخطأ، تكون ديته على العاقلة. نعم، والكفارة تجب في مال الصبي إن كان له مال، ولا إذا كبر يصوم شهرين متتابعين إذا بلغ. نعم. ومن العلماء من يقول الصبي ما عليه كفارة، من العلماء وهو قول الراجح أن الصبي ما عليه كفارة لأنه غير مكلف، والواجبات إنما تجب على المكلفين. نعم. انتشر في بعض كليات البنات فتوى منسوبة لفضيلتكم وفحواها بأنه لا يجوز للطالبة قراءة القرآن على الأستاذ، وإن طلب ذلك الأستاذ فاجبك وطلبه. إذا كان في صوتها فتنة، نعم، إذا كان في صوتها فتنة فلا تقرأ، تسمع الأستاذ، أن هذه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يضطر بعض الشباب إلى قطع أنبلة السباكة ليتهرب من الجندية نظرا لأنها فترة تعطل عن الكسب وتمتد إلى ثلاث سنوات، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز للإنسان يعذب نفسه بقطع طرفه، لا، ما يجوز، يعني هذا تعذيب للنفس وإفقاد لعضو من أعضائه، هذا لا يجوز. الجندية يمكن يتخلص منها بغير قطع طرفه، خلص منها بأنواع المخلصات،
أو يصبر عليها لما أنه يحصل له الفرج، أما أنه يقطع طرفه هذا لا يجوز. نعم. يأتي للمسجد بعض الإخوان قبل الأذان بعدة دقائق فيجلس على مسندة الظهر جلسة على هيئة الكرسي، فهل هذا يدخل في النهي عن الجلوس قبل صلاة تحية المسجد؟ نعم، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، سواء جلس على مخدة أو جلس بدون مخدة، لا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم الحديث. مش اللي خصص المخدة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يتحمل الجاني الديه مع العاقلة في شبه العمد؟ لا، مع شبه العمد على الجاني، شبه العمد على الجاني، إنما العاقلة تحمل العمد المحض فقط، العمد المحض هو اللي على العاقلة، العمد المحض، أما شبه العمد فهو مثل العمد على الجاني. نعم. سمعت جماعة من السنة يا سبحان الله، هذا ما فهم المقصود. نقول إن بعض أهل الضلال حذروا من كتب السنة، وشخص موجود الآن جهمي يعلق على الكتب ويقول احذروا كتب السنة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للخلال، عد 10 كتب من كتب السنة حذر منها، وهو معروف إنه جهمي وهو موجود في الأردن. نعم، هذا الذي ذكرته. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب القصاص واستيفائه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه، لأن هناك نوعين من الشروط. النوع الأول شروط وجوب القصاص التي إذا توفرت وجب القصاص، والنوع الثاني شروط استيفاء القصاص، لأن القصاص قد يجب ولكن لا ينفذ لموانع تمنع التنفيذ، وهذا كله سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. ويشترط لوجوب القصاص 4 شروط، أحدها أن يكون القاتل مكلفا. الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا، يعني بالغا عاقلا، فإن كان القاتل صغيرا لم يبلغ الحلم لم يجب عليه القصاص لأنه غير مكلف، والحدود إنما تجب على المكلفين. وأن يكون عاقلا، فلو بلغ وهو مجنون فإنه لا يجب عليه القصاص لأنه غير مكلف أيضا، فلا بد أن يكون بالغا يخرج الصغير، وأن يكون عاقلا يخرج المجنون والمعتوه، فليس عليهما قصاص لعدم وجود القصد منهما، النية ما عندهم قصد. نعم. أن يكون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والنائم داخل في غير العاقل، لأن النوم يغطي
العقل. فالحديث يدل على أنه يشترط التكليف وهو البلوغ والعقل. العقل يخرج به المجنون ويخرج به المعتوه. المجنون هو الذي زال عقله بسبب مس الجن، والمعتوه هو الذي زال عقله بمرض أو أنه لم يكن فيه عقل أصلا من الخلقة، لم يخلق له عقل. والنائم أيضا لأنه في حال نومه غير عاقل. نعم. وحكم قتله الخطأ. أما السكران فإنه يجب عليه القصاص، إذا سكر وقتل أحدا فإنه يجب عليه القصاص، والسكر لا يمنع وجوب الحد عليه. نعم. كما يجب عليه حد الخمر ويقع طلاقه، فالسكران يؤاخذ بأفعاله، السكران يؤاخذ بأفعاله ولو كان سكران، لأنه غير معذور بتعاطي السكر. ولو فتح هذا الباب وقيل السكران لا يؤاخذ بأفعاله لا تسارع الناس إلى شرب الخمر، وكل من أراد أن يقتل أحدا يشرب خمر ثم يقتله. فلأجل حماية الدماء يجرى القصاص على السكران. نعم. حكم قتل المجنون والصبي حكم قتل الخطأ، فيلحق بالخطأ، تجب فيه الدية والكفارة. نعم. وحكم قتلهما خطأ لأن أعدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح. هذه العلة، لا يصح منهما قصد يعني نية، فهم يفعلون هذه الأفعال من غير قصد للعدوان، إنما يفعلون هذه الأفعال من باب العبث. نعم. لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح بدليل أنه لا يصح إقرارهما. لو أقر الصغير بمال لأحد لم يصح إقراره، ولو أقر المجنون بمال لأحد أو بدين لم يصح إقراره لأنه غير عاقل. نعم. ولهذا لما قصد الصيد ولم يقصد آدميا فوقع في الآدمي فقتله فلا قصاص عليه. كذا هنا لو أن المكلف البالغ العاقل أراد أن يرمي صيدا فأطلق النار على الصيد ثم أصابت إنسانا ومات فلا قصاص، لأنه لم يقصد هذا الشخص وإنما قصد الصيد، فدل على أن القصد معتبر في الجناية. نعم. الثاني كون المقتول معصوما. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم، أي محرم القتل، محرم دمه. فإن كان المقتول مهدر الدم فإنه لا قصاص، كالحربي الكافر الحربي، وكذا من وجب عليه حد ردة أو حد زنا وهو ثيب فهذا مباح دمه، فلو قتله أحد لم يقتص منه. لكن للحاكم أن يعزر القاتل، لأن صلاحية تطبيق الحد من صلاحيات الحاكم، فإذا اعتدى أحد ونفذ الحد بدون إذن الحاكم فقد افتات عليه، فللحاكم أن يعزره. نعم. كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا بمحاربة أو زانيا وصانا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا رمان عليه. إذا كان المقتول مهدر الدم أو مباح الدم كمن وجب عليه حد قتل بقصاص أو بزنا وهو محصن أو بردة
أو في حرابة، يعني واحد قاطع للطريق وقتل أحدا من المارة، فهذا يقتل حتما. الذي يقطع الطريق ويقتل الناس على الطرق هذا يقتل حتما، فهو مباح الدم، فلو قتله أحد لم يقتص منه. لكن للحاكم أن يعزر من اعتدى على صلاحياته. نعم. لأن دماءهم مهدرة فلا يقتل قاتلهم كما لو كان المقتول حربيا. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. نعم، هذا الحديث يدل على أن هؤلاء يباح دمهم. ألا كفر بعد إيمان وهو المرتد، أو زنا بعد إحصان يعني زنا وهو متزوج وقد وطئ زوجته بنكاح صحيح، فهذا يرجم إذا زنا، يرجم إذا زنا. أما إذا زنى وهو غير محصن لم يسبق له أن تزوج، هذا يسمى البكر، هذا يجلد 100 جلدة. زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في الذي لم يسبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح، هذا حده الجلد. أما الثيب وهو الذي سبق أن وطئ زوجة بنكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك، هذا حكمه الرجم في الحجارة حتى يموت، فهو مهدر الدم. والنفس بالنفس، يعني لو اعتدى وقتل مسلما عمدا عدوانا فهو أيضا مباح الدم بالقصاص، بالقصاص منه. وكذا الذي يدافع عن نفسه، لو واحد صال عليه وأراد أن يقتله أو أن يستبيح عرضه فله أن يدافع ولو بقتل الصائل، إذا لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا شيء عليه. وكذا لو صال عليه يريد أخذ ماله فللمصول عليه أن يدافع عن ماله، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله قتله، لأن هذا ظالم ومعتدي، والأنفس والأموال والأعراض محترمة لا يجوز الاعتداء عليها. نعم. والصائم المتعدد أهدر بنفسه فصار كقاتل المحاربة. نعم. ولأنه قتل الصائم لدفع شره فلا يجب فيه ضمان كقتل الباغي. والصائم من طلب نفسه أو ماله أو حرمته أو زوجته أو بعض أقاربه بإساءته. نعم، من طلب نفسه يريد قتله فللمصول عليه أن يدافع ولو بقتل الصائل، ومن صال عليه لأخذ ماله فله أن يدافع عن ماله ولو بقتل الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل، ومن صال على حرمته يريد الزنا بحرمته بزوجته بأخته بأمه بقريبته فله أن يدافع حتى ولو بالقتل، يقتل الصائل، لأن الله حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. نعم. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل. الشرط الثالث المكافأة، يعني المساواة، المساواة بين المقتول والقاتل، بأن يكون المقتول مسلما وأن يكون حرا. فإن كان المقتول كافرا فإنه لا قصاص لعدم المساواة، فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد لعدم المساواة، ولكن تجب العقوبة من ولي الأمر عليه بما يقرره القاضي، وتجب الدية أيضا. نعم. كون المقتول مكافئا للقاتل
فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم للمكافأة للمساواة بينهما بالإسلام والحرية. فإن اختل هذا الشرط فلا قصاص، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد. نعم. فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم إجماعا ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، فإذا تساوت النفسان بالحرية والإسلام وجب القصاص، وإن اختلف صار المقتول غير مساو للقاتل فلا يجوز القصاص لعدم المساواة. والقصاص عدل، القصاص عدل، فإذا أخذ المسلم بالكافر هذا ليس فيه عدل، أو أخذ الحر بالعبد فهذا ليس فيه عدل بل فيه ظلم. نعم. فإذا يعني يقام القصاص بين الحر المسلم بين الحرين المسلمين سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، فيقتل الذكر بالأنثى وتقتل الأنثى بالذكر إذا توفرت الشروط، من باب أولى. نعم. وعنه لا يقتل الذكر بالأنثى وترضى نصف الدية ذكرها أبو الخطاب، لأن ديتها على النصف من دية الذكر، والأول أولى لقوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. مسألة: ولا يقتل الحر بعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية، قتل يهوديا بجارية وهو ذكر، قتله بالأنثى، ولعموم الآية: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. مسألة: ولا يقتل الحر بعبد، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير، لعدم المساواة، الحر أفضل من العبد. نعم. فقال أصحاب الرأي: يقتل به. أصحاب الرأي يعني الذين يقتل